نعم، إذا أنت تتحدث عن دعم صهيوني على بشكل سياسي تقصد وليس ديني. إذا لنتصور معا اليهودية كديانة وكتطرف ديني يهودي بدون هذا الدعم الصهيوني. التطرف الديني اليهودي ليس مخيفا إطلاقا بدون الدعم الصهيوني. الآن في داخل دولة الاحتلال، حين نتكلم نحن عن خطورة المنهج الديني اليهودي، نتكلم عن الصهيونية الدينية. أما خلينا أقول التدين اليهودي فهو خارج اللعبة تماما. يعني أنا أدعو المشاهد أن يقرأ عن حركة ناتوري كارتا. ناتوري كارتا حركة دينية يهودية تعارض الصهيونية وتكفر الصهاينة وتجعلهم خارجين من الدين اليهودي الذين يدعمون فكرة وجود دولة الاحتلال في فلسطين، بل هم يخرجون في المظاهرات مع الفلسطينيين في أمريكا وغيرها من الدول العالم وهم يهود، يلبسون لبس اليهود المتدين ويحملون أعلام فلسطين ويلبسون الشالات الفلسطينية وهم ينادون بخروج فلسطين ويثبتون أن الدين اليهودي يحرم على اليهود أن يكون لهم دولة وخصوصا في فلسطين أو في القدس، وينكرون أي رواية دينية تقدس القدس أو تجعل أن من قيام هذه الدولة شرط من شروط عودة المسيح. هذا الفلسفة الدينية التي استطاع اليهود أن يدخلوها إلى الدين المسيحي أيضا، فأصبح هذا يعني يفسر لنا لماذا يتخادم كثير من المسيحيين مع اليهود، لأنهم يعني أدخل إلى روعهم وإلى فكرهم وإلى عقولهم وإلى مذاهبهم أن المسيح سيعود إذا أقيم الهيكل في مكان المسجد الأقصى المبارك. فبالتالي أصبحت الصهيونية الدينية مسيطرة على تسييس الدين اليهودي ومسيطرة أيضا على تسييس الدين المسيحي في كثير من المواضع كذلك. وهذا يفسر لنا لماذا الغرب كله الآن يدعم دولة الاحتلال وجاءوا يتنادوا لبقائها وخشية زوالها لمحورين. المحور الأول كون دولة الاحتلال في فلسطين هي رأس الحربة وهي قاعدة أمريكية ولا قاعدة غربية متقدمة في بلادنا وفي بلاد الشرق، ثم لأنهم يعني من دينهم المسيحي الآن أدخل إليهم من التحريفات الجديدة أن اليهود لا بد أن يقيموا دولة ولا بد أن يقيموا الهيكل المزعوم حتى يأتي المسيح. يعني أحد شروط المسيح أن يقوم الهيكل في مكان المسجد الأقصى المبارك، وهذا أمر خطير جدا للغاية.